ستنتج حكومة وطنية. تفضل. شكرا جزيلا استاذ مقداد، تحية مسائية مجددا، واشكر لطفك على هذه المقدمة. بالحقيقة اليوم مثل ما تعرف الكتل السياسية لحد هذه اللحظة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة ما انتجت لنا اي حكومة تنبثق من رحم الجماهير، من رحم الواقع. للأسف الشديد الكثير من الأحزاب القابضة على السلطة اليوم هي تتسلم مقاليد الحكم، وهنالك عملية تبادل للأدوار بين سين وصاد وعين من الأحزاب أو الشخصيات السياسية. ولكن هل ستكون هذه الانتخابات ونتائج الانتخابات هي يعني نقطة محورية ومفصلية في تحول العملية السياسية، أو في رسم خارطة جديدة للتحول الديمقراطي الذي بني بعد عام 2003؟ هذا ما راح يحدد شكل التوافقات السياسية أو شكل النتائج التي سوف يتم المصادقة عليها بعد تصديق المحكمة الاتحادية. ولكن الشيء المهم اليوم نرى أن عملية التدخل المباشر وغير المباشر بالشأن الداخلي العراقي هو هذا من أهم الأسباب التي تعصف بالعملية السياسية.